انا متجوزه احمد عز بورقه عرفي فيها شهود، والشهود دول شهدوا قدام المحكمه وشهدوا قبلها قدام ربنا، والشهود دول هو رفع عليهم قضيه تزوير في الشهاده والمحكمه رفضت القضيه. انا ما بتكلمش في القضيه لان انا طلبت حظر نشر، ولان كمان في حظر نشر واحنا بنحترم القضاء. انا اللي طلبته. انت اللي طلبتي؟ طلبت. ليه يا زينه طلبتي حظر النشر؟ عشان انا مش ما كنتش عاوزه الموضوع اصلا يحصل فيه انه يتدخل الاعلام اصلا. وكنت عاوزه الموضوع يعدي بسلام، ما كنتش عاوزه اصلا مشاكل من الاول اكيد يعني. هو اللي راح اتكاني في الـ في الـ في النيابه ان انا مزوره شهادات ميلاد الولاد، وللعلم يعني انا اولادي عندهم شهادات ميلاد امريكاني ومتوثقه في وزاره الخارجيه هنا في مصر وفي القنصليه في لوس انجلوس. فانا الحمد لله يعني واخده تقريبا ربع حقي اللي انا قدرت اعمله، يعني اللي انا قدرت اطلع بيه. فانا طبعا المشكله بالنسبه لي اكتر من تدخل الاعلام، وللامانه الاعلام ما تدخلش من نفسه، يعني مش هو الغلطان، اللي غلطان اللي اداهم الفرصه انه يتدخل اللي هو احمد عز ابو الولاد، انه راح اشتكاني في النيابه. ليه اصلا انت عملت كل ده؟ ليه رحت اشتكيتني في النيابه اتهمتني بالتزوير؟ ازاي يجي لك قلب اصلا تعمل كده؟ ازاي؟ انا مندهشه منه جدا. وبعدين انا ماشيه في خطواتي اللي هو حطني عليها، يعني هو اللي حطني على التراك ده، انا ما اشتكيتوش، انا ما عملتلوش حاجه خالص، انا طول الوقت بصفه المدافع. هو اللي بيهاجم، بيهاجم مين؟ هو مش على فكره هو مش بيهاجمنا انا، هو بيهاجم اطفاله اللي ما لهمش اي ذنب. حتى لو انت بتعمل، لو انا مش عايزاك وانت مش عاوزني، لو اي حاجه، اطفالك دول ما لهمش اي ذنب. كفايه ان هم هيعيشوا محرومين من ابوهم طول العمر. طيب كمان عايز تعيشهم في مشاكل وانه تعمل فيهم كده والناس، انت سامح لنفسك رجولتك وانسانيتك، سامح لنفسك ان الناس تتكلم على اولادك؟ طب ماشي يتكلموا عليا وانت بتساعد في ده، وانت اصلا بتتكلم وانت بتعمل كده. طب يا سيدي ولادك لحمك ودمك، خصوصا ان انت عندك صورهم. هو بينكر يا زينه وبيقول انه ده مش حقيقي. خلاص انا بيني وبينه، بيني وبينه تحليل الدي ان ايه. لما هو اشتكاني في النيابه بالتزوير يا مدام لميس، انا رحت عملت التحليل. تفتكري ليه مش عايز يعمل تحليل الدي ان ايه يا زينه؟ عشان هو عارف انهم ولاده طبعا. ما لو مش عارف، عارفه هو بيقول ايه حضرتك؟ بيقول يعني حاجه غريبه جدا، يقول لك لا هو اي واحده تتهم واحد يروح يعمل، لا انا مش بتهم اي حد، انا بتهمك. ودي مش تهمه، ده شرف ليك ان انت يبقى عندك طفلين. دي مش تهمه ليك، دي حاجه كويسه، وبكره تعرف انها حاجه كويسه، بس بعد ما يكون الوقت عدى. هو عدى قريب. بس انا بطلب من القائمين على القوانين بتاعه المراه ان هم يعملوا تحليل الدي ان ايه ده، يبقى اجباري. انه يبقى اجباري علشان بالظبط. انا مجرمه؟ اوكي انا مجرمه؟ اوكي انا مجرمه. طيب تعالى بقى برأ نفسك من المجرمه دي، تعالى اعمل الدي ان ايه، انا مستعد اجي لحضرتك ونيجي نعمل التحليل ده على الهواء، انا ما عنديش مشكله. هو مطلع اشاعه ان هو عايز يروح يعمل التحليل في امريكا علشان هنا مفيش امانه وانه مش عارف ايه وكلام كده غلط ملوش لازمه. طب اقول لك على حاجه، انا باثق جدا في مصر في البدايه، انا وانا في امريكا طلبت منه تعالى اعمل التحليل عشان نخلص عشان ارجع بالعيال. مفيش، ما جاش دلوقتي بيطلع ان هو عايز يعمل في امريكا، انا مستعد اطلع معاه المريخ نعمل التحليل.